اخبار اليوم. تاني بقى لو نركز كده يا شباب، علل لما ياتي. يعتبر الايثانول من مركبات البتروكيماويات. طبعا الايثانول من مركبات البتروكيماويات لانه ينتج من اماهة الايثيلين اللي ناتج من تكسير البترول. ما تنساش تكتب المعادلة. ينتج من اماهة، يعني ايه اماهة؟ هيدرة، يعني باخد الايثيلين بحط عليه مية في وجود عامل حفاز، والايثيلين نتج من مركبات البترول. هنشوف معادلته حالا. تعتبر بطارية السيارة خلية انعكاسية. عاوزك تركز في السؤال ده كويس قوي. بطارية السيارة خلية انعكاسية لانه يمكن اعادة شحنها مرة اخرى بامدادها، همدها بكمية كهرباء اكبر قليلا، تنعكس فيها التفاعلات الاكسدة الى اختزال، والاختزال الى اكسدة، وكل قطب يسمى بالقطب الانعكاسي. علل محلول كربونات الصوديوم قلوي التأثير. ده التميل قلوي التأثير ليه؟ لان البي اتش بتاعته هتكون اكبر من 7، لانه بيتكون من شق قلوي قوي وشق حمض ضعيف، وهتكتب له 3 معادلات زي ما هنشوفها. علل تم منع استخدام ماده الدي تي تي. الماده دي خطيره جدا. الماده الدي تي تي اولا اسمها ايه؟ ثنائي كلورو، ثنائي فينايل، ثلاثي كلورو ايثان. ماده خطيره جدا بتموت الحشرات النافعه زي النحل مع الحشرات الضارة. طبعا دي دي تي يعني مبيد حشري، وللأسف ده أسوأ مركب تم تحضيره في علم الكيمياء، لأن هو اللي يسبب السرطان وكثر انتشار السرطان، لأن مادة لا تتحلل بدرجات الحرارة العادية ولا العالية كمان، مادة ثابتة كيميائيا بتقتل الحشرات النافعة، بتسبب أذى للإنسان والحيوان وإيه والنبات، اللي هي مادة الدي دي تي. طيب الكلام بتاعنا في علم، أنا سبق وقلت إن أنا لازم أركز على المعادلات كويس وانا بجاوب الجزئيه دي. ازاي؟ لو جينا شفناها مع بعض هنا، ده السؤال اللي فات، هنكمل ونتابع. انا كاتب كده بالنسبه لإماهة الايسين انه بيحضر من إماهة الايسين، اللي هو مين؟ السؤال بتاع علل اللي بيقول لي ايه؟ بيقول لي علل الايثانول من البتروكيماويات. ليه هو من البتروكيماويات؟ لانه بيحضر من اماهة الايثين، اماهة الناتج من تكسير حرارة حفز المنتجات البترول. ادي منتجات بترول، ضغط وحرارة، اداني ايثيلين، والايثيلين ضفت له مية، ده الاماهة، ده الهيدرة، في وجود حمض كبريتيك مخفف عند 110 درجة حصلت على الايثانول. طبعا ده كان السؤال علل الاول. الثاني ليه بطارية السيارة خليه انعكاسيه؟ يمكن اعاده شحنها مره اخرى بامدادها بكميه كهرباء اكبر قليلا، تنعكس فيها التفاعلات، وكل قطب يسمى بالقطب الانعكاسي. كان من ضمن الاسئله اللي معانا برضو في نفس السؤال، لسه ما غيرناش احنا عندنا في السؤال دوت. كان سؤال عن برضو بيقول لي محلول كربونات الصوديوم قلوي التاثير. انا باكد لك عليها تاني. ليه ده قلوي التأثير؟ لأنه بيتكون من شق حمضي قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. وقلوي قوي، فبيكون البي اتش أكبر من كام؟ أكبر من 7، فده بيساعد على إن هي تبقى مادة إيه؟ مادة قلوية. إزاي معانا؟ نشوفها في الجزئية دي. طبعًا كربونات الصوديوم في درس التميل، ما تنساش درس التميل وتذاكره كويس معانا، لان ده اساسي في الامتحانات. هنا بالنسبه لكربونات الصوديوم كاتب انا ايه؟ انه بيدوب في الميه، بيكون شق قلوي قوي، شق قلوي قوي وشق حمضي ضعيف، ويكون البي اتش اكبر من كام؟ من 7، وتركيز الهيدروجين اقل من تركيز الهيدروكسيد. ادي كربونات الصوديوم لما دوبتها في الميه ادتني هيدروكسيد صوديوم. فين هيدروكسيد الصوديوم يا استاذ؟ دي ايونات. ان ايه موجب او اتش سالب. طب ليه كتبتها كده؟ ما تكتبها ان ايه او اتش. لا طبعا ما ينفعش، لان هيدروكسيد الصوديوم ماده قلويه قويه. طالما قلوي يبقى تام التأيون، تام التفكك، بيتفكك لايونات موجبه وايونات ايه؟ سالبه. ودي اللي قال عليه العالم لوشت ليه؟ ان هو ده بيتوفر ايون الهيدروكسيد اللي بيساعد في ايون الهيدروكسيد يجعل الوسط قلوي. السؤال اللي بعد كده كنت بقول ليه الدي تي تي الدي
دي تي مادة ايه شديدة السمية، سام ليه؟ خطر ليه؟ تم ايقافه ليه؟ ان ده مركب سام ثابت غير قابل للتحلل، سبب في قتل الحشرات النافعة زي النحل بجانب الحشرات الضارة، وايضا سبب امراض كتيرة جدا النباتات والحيوانات وايه؟ والانسان. هنرجع مع بعض بقى لسؤال تاني جميل معانا. دلوقتي معانا سؤال تاني من نوعية جديدة مهمة جدا معانا. إذا كان لديك المواد التالية أو بعضها معلاه بنزين، كربيد كالسيوم، ماء مقطر، حمض كبريتيك 40%، كبريتات زئبق، وضح بالمعادلات الكيميائية الموزونة كيف تستخدمها للحصول على الأسيتالدهايد. عاوز أطلع مين يا شباب؟ أسيتالدهايد. باخد كربيد كالسيوم ومية، حبرت الأسيتيلين. الأسيتيلين بضيف عليه مية تاني، موجودة المية. في وجود الظروف اللي معايا حمض كبريتيك 40% وكبريتات زئبق ثنائية، هيطلع معايا الأسيتالدهايد.